مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده. كل يوم بيتجدد لقائنا في اللون الاخضر. اللون الاخضر اجمل لون في الدنيا، ولكن قبل ما نبتدي يومنا باجمل لون حابه انعي وفاه الفلاح الفصيح عبد المجيد الخولي. عبد المجيد الخولي اللي مصر كلها بتنعيه، جموع الشعب وتحديدا الفلاحين. عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المصريين الذي لقى مصرعه اول امس، يعني رحمه الله. والحقيقه ان عبد المجيد الخولي كل الناس كانت بتشهد بتفانيه واخلاصه في عمله، ولن ننساك ابدا، وان شاء الله دايما ذكراك تكون عطرة. وباقي الإخوة الفلاحين العظماء يكملوا مسيرتهم ويتواصلوا في هذه المسيرة العطرة. بجد المزارع الفلاح الأصيل المصري منذ الجذور زي ما بيقولوا عبد المجيد الخولي، الحقيقة مصر كلها افتقدته، مش بس المزارعين والفلاحين، لا مصر كلها كانت حاسة قد إيه أنت بتحب عملك، بتحب شغلك، بتتفانى وبتراعي ربنا سبحانه وتعالى ثم ضميرك في بلدك في أرضك. مش هننساك ودايما هنفتكرك بألف خير ومكملين مسيرتك بإذن الله. مشاهدينا كمان حابة أعلق على شيء مهم جدا قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة، على خطاب المشير عبد الفتاح السيسي. الحقيقة كان خطاب يقشعر له الأبدان، بعيدا عن سياسة التطبيل اللي الناس كتير قوي بتقول عليها أننا لما نطلع نتكلم عن سيادة المشير وأننا بنحبه، مش بس في الإعلام، بعض الإعلاميين اللي بيتكلموا بمصداقية وبشفافية وبيقولوا قد إيه هو راجل صادق، راجل بجد كل الناس بتفهم كلمته من اول ما بينطق اول حرف لاخر حرف، بنحس انه دايما اوتار قلبنا بتعزف معاه كلماته. كلمه بجد لمستني انا من جوايا قالها امبارح في خطابه، قال مش معقول حد يكون شايف حب الناس ده كله ويدي ظهره للناس دي. مستنيين الخير على ايديك وعلى ايدين كل المصريين المخلصين يا سياده المشير. خلينا مشاهدينا يعني نبتدي بدايه جديده، بداية مختلفة تماما جدا جدا، بداية كلها خير وتفاؤل. مش معنى ان جالنا حد محبوب وحد قلوب المصريين يبقى احنا بنطبله، مش معنى اننا بنحب شخص واننا توحدنا عليه وقلنا خلاص ان الشخص ده هو امل المصريين يبقى اننا بنعيد نظرية الاله والفرعون مرة تانية. الموضوع مختلف تماما، لان الموضوع جاي بحب ولا جاي بتزوير ولا جاي باي تزييف، الموضوع بمصداقيه وشفافيه. والحقيقه سياده المشير بكلامه وبافعاله يتحب، لاننا بنحس بجد 100% ان هو قد ايه بيحب وطنه وقد ايه مخلص جدا جدا في كل كلامه. مشاهدينا خلينا نعلي مصلحة الوطن أولا وبعد كده نفكر في أي حاجة تانية. خلينا نروح لفاصل سريع مشاهدينا ونبتدي مع حضراتكم أولى فقراتنا في هذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا في كل مكان أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي يومنا بأجمل أغنية، أغنية بجد في حب مصر. خلينا كلنا نحب مصر ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
اقترحنا وتخيلنا اكيد مش هنقدر نشوف مصر بعنين كل المصريين. مصر في عينينا اجمل بلد في الدنيا. مشاهدينا زي ما عودنا حضراتكم هنطمن على حاله المرور من سياده المقدم مصطفى ابراهيم غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذه اسراء، تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل الساده المشاهدين، صباح الخير. تحياتنا لحضرتك سياده المقدم. بما اننا سمعنا الاغنيه الجميله دي اظن اول حاجه نقدر نثبت بيها اننا بنحب مصر اننا نحافظ على النظام داخل شوارع مصر وكمان نساعد رجال المرور في الحفاظ على الحاله المروريه. تمام كده؟ ان شاء الله ربنا يعني يحفظ مصر من كل سوء وهي ان شاء الله محفوظه بشعبها وبجيشها وبشرطتها وكل مؤسساتها ان شاء الله واعلامها وحضراتكم جميعا. ربنا يحفظها من كل سوء ومكروه ان شاء الله. امين يا رب. سياده المقدم طمنا على حاله المرور داخل وخارج العاصمه وتحديدا كمان بعض الناس بيستعدوا لبدء العام الدراسي الثاني او الفصل الدراسي الثاني، فطمنا على حاله المرور. يعني سريعا كده احنا بنطمن الساده المشاهدين على النفق احمد بدوي بالامس، يمكن كان هناك وقعه الساعه 10 مساء سقوط سياره اجرى من اعلى شارع احمد حلمي في نفق احمد بدوي، ده موصل ما بين منطقه الشرابيه من جهه ومنطقه شبرا من جهه اخرى. المتابعه كده على الساعه 3 صباحا تم عوده رفع الاثار الحادث وتم رفع اعاده السور الخرساني او السور الحديد اللي انهار والحاله الان تسير هناك بصوره بشكل مرضي والامور هناك عادت الى طبيعتها وانتظام حركه مرور بمنطقه احمد نفق احمد بدوي. يمكن لسه على مستوى العاصمه تلقينا اخبار من دقائق بعطل سياره، سياره فقط في نفق الازهر في الاتجاه القادم من الاوبرا في اتجاه صلاح سالم، لدرجه على مرور كرم خلال كاميرات بيتم سحب اثار السياره. عندنا على طريق مصر السويس الصحراوي كيلو 70 للقادم من السويس اتجاه القاهره اخبار من حوالي 10 دقائق بانقلاب سياره نقلت مقطوره محمله سن وغير معلوم اي بيانات عن البلاغ حتى الان. لو يعني نظره سريعه كده على ده اهم المؤثرات اللي موجوده حاليا واحنا مع حضرتك الان. لو بصينا نظره سريعه على الحاله المروريه بشكل عام يعني نقدر نقول الحمد لله احنا عندنا في تحسن في الاحوال الجويه. خلالة اجازه نصف العام الدراسي قادمه، ما فيش شبوره، حالة الطقس غير يعني مؤثرة على حركة المرور. يمكن هنبدأ من باكر هنستعد لخطط بدء العام الدراسي الجديد من كل الجامعات وكل المدارس هيبدأ فيها العام الدراسي ما عدا جامعة الأزهر كان أعلن هيتم تأجيلها للسبت اللي بعده. يعني بصفة عامة يا فندم نقدر نقول الحالة المرورية باستثناء المؤثرات اللي ذكرتها لحضرتك الحالة المرورية مرضية، جميع المحاور تعمل بشكل جيد. في متابعه لخط سير زياره السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لمدينه المحله في الذهاب والعوده، يعني الامور فيها متابعه وان شاء الله باذن الله هيتم المتابعه مع حضراتكم. والحاله ان شاء الله يعني اللي تسعدنا وتسعد حضراتكم اكيد ان احنا منذ ساعات الصباح الاولى الحمد لله ما فيش عندنا اي اختراق بوقوع اي حوادث باستثناء الحادث بتاع العربيه النقل المطار المحمله سنه طريق السويس. تمام، هنشوف بقى يعني تفصيلات وهنوصل حضراتكم بيها. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده المقدم مصطفى ابراهيم غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. مشاهدينا بكده اطمنا على الحاله المروريه. حالا هنبتدي مع حضراتكم اولى اخبارنا واول خبر بيقول مصر تنعي وفاة الفلاح الفصيح عبد المجيد الخولي. نعى جمهور الفلاحين في مصر الفلاح الفصيح عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المصريين الذي لقى مصرعه في حادث أليم أول أمس، وأكد العديد من قيادات الفلاحين أنه كان مخلصا لقضايا الفلاحين وقضايا مصر كلها، مؤكدين أن وفاته فاجعة كبيرة. تعليقا مشاهدينا على هذا الخبر وننعي الفلاح الفصيح عبد المجيد الخولي باتصالنا بالأستاذة شهندة مقلد أمين عام الفلاحين. أهلا بك يا أستاذة شهندة. أهلا بك يا بنتي. أهلا بحضرتك. كيف تنعي الفلاح الفصيح عبد المجيد الخولي الذي لن ننساها جميعا؟ عبد المجيد ابن قرية كمشيش وخريج مدرستها النضالية الثورية. عبد المجيد تلميذ الشهيد صلاح حسين اللي استشهد دفاعا عن حقوق الفلاحين. عبد المجيد زميلي من الستينات وحتى الان، كان يعني مثال للفلاح المخلص اللي يعني ثقف نفسه وعلم نفسه وطور نفسه ودافع بكل قوه الى ان لقى ربه شهيدا في الايام اليومين اول امبارح.
يعني انا مش عارفه اقول ايه عن عم مجيد بخسارتي انا فيه كبيره جدا. يعني عم مجيد اخلص الناس اللي انا تعرفت عليهم وزملتهم وكان زميل نضالي وزميل معركتي ودافع بقوه عن حقوق الفلاحين، دافع طلب بتحرير الاراده الوطنيه المصريه باقرار سياسه زراعيه تحقق الامن الغذائي للشعب المصري. ده حقيقي. طالب بحريه تشكيل الفلاحين المصريين لرقابتهم واتحاداتهم، طالب بعوده بنك التنميه الى بنك تعاوني زراعي، طالب باعتبار اراضي مصر اراضي الدلتا اراضي محميات طبيعيه لا يجوز البناء عليها ولا الاعتداء عليها. طالب بتوحيد الحركه الفلاحيه كلها ضمن اتحاد عام للفلاحين المصريين لصغار الفلاحين المصريين. تمام. مصر 94% منها صغار ملاك خمس أبذنة فأقل. هذا هو الاتحاد اللي احنا نتمنى انه يجد مكانه بيننا جميعا ويعمل لتحرير الإرادة الوطنية المصرية بإذن الله. إن شاء الله. أستاذة شهندة مقلد أمين عام الفلاحين، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الكلمات العطرة لروح الفقيد الفلاح الفصيح عبد المجيد الخولي. وأيضا معنا الحاج أحمد جودة نائب الأمين العام للفلاحين. أهلا بك يا حاج أحمد. أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. ندعي الاخ الكبير والرجل العظيم الحاج عبد المجيد الخولي. ومش هنقوله الا اللي كان ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ومين هيبقى احسن عمل من الحاج عبد المجيد؟ الحاج عبد المجيد اللي اتأسر في 67. الحاج عبد المجيد اللي بينادي بصوت الفلاح وبيرفع صوت الفلاح اللي هو شاب. الحاج عبد المجيد الرجل العظيم، الرجل اللي كل الناس بتحبه، الرجل البطل اللي طول عمره بيقول الحاج ما بيخافش منه، الرجل المعني بهم الفلاح من وهو شاب لحد دلوقتي. ايوه. الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره عشان يكون شهيد. الحاج عبد المجيد من الناس العظماء، الحاج عبد المجيد لازم الدوله تكرمه، الحاج عبد المجيد لازم تستثنى قريه كمشيش باسم عبد المجيد الخولي. الحاج عبد المجيد من الناس المحترمه جدا، الحاج عبد المجيد اخ وحبيب وعظيم، الحاج عبد المجيد مهما اقول لو قلت ثلاث ايام مش هقول الحاج عبد المجيد، انا ببكي وانا بنعيم، انا ببكي وانا بنعيم. كل مصر يا فندم بتبكي على هذا الفقيد اللي بجد عمرنا ما هنقدر نعوضه تاني، الحاج احمد جوده نائب الامين العام للفلاحين. أجمل حاجة في الدنيا إن الإنسان يتوفاه الله وتبقى ذكراه العطرة. ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب ويخلي ذكرانا عطرة. العمل الصالح هو اللي بيدوم، يمكن صاحب هذا العمل بيفنى ولكن العمل الصالح لا يفنى. مشاهدينا خبرنا الآخر عن المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة الإنتاجية. تفاصيل الخبر بتقول أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أهمية التعامل مع المشكلات الاقتصادية بأسلوب شامل يتناول علاج المشكلة من جذورها بعد دراسة جميع أبعاد المشكلة وعلاقتها مع باقي المنظومة الاقتصادية، وعدم اتباع أسلوب المسكنات التي تعوق الوصول إلى حلول دائمة وفعالة، مع التأكيد في نفس الوقت على أهمية السرعة في هذا الشأن لأننا لا نملك رفاهية الوقت. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الزراعة التخطيط التعاون البترول والمالية. كما تطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء صندوق سيادي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتولى إدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وإدارتها وفقا لقواعد جديدة متطورة. تعليقا على هذا الخبر معنا الدكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور. اجتماع أمس يمكن أكد على إيجاد العديد من الحلول الكثيرة بعيدا عن المشكلة وإننا فعلا لا نملك رفاهية الوقت. تعليق حضرتك على الخبر ده إيه ومدى إمكانياتنا لتطبيق هذه الحلول على أرض الواقع؟ هناك أهمية إن احنا نوضح يعني إيه إعادة هيكلة. هذه اللجان المتخصصة بتقوم بدراسة الشركات المملوكة للدولة من عدة جوانب، أهم هذا الجانب
هي السيولة في هذه الشركات، تدفق الخامات، العمالة، الديون، الماكينات والآلات وخطوط الإنتاج، الجودة. الهدف من هذه الدراسات أو إعادة الهيكلة هو تحويل هذه الشركات من شركات خاسرة إلى شركات رابحة. من المعلوم أن لدينا 9 شركات قابضة كبيرة، إلى الغزل والنزل والصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والإنشاء والتعمير والسياحة والتأمين والنقل البحري والصناعات الغذائية. هذه شركات قابضة تتبعها 146 شركة تابعة. حجم الاستثمارات في هذه الشركات يوصل ل 100 مليار جنيه مصري. تمام. تكمن المشكلة أن موازنة 2012-2013 بعض هذه الشركات كان خططها أنها تحقق خسارة نتيجة المظاهرات وتوقف الإنتاج وعدم توفر الخامات. أنا أعتقد أن وجود صندوق سيادي يتبع رئيس الوزراء يهدف إلى إعادة هيكلة هذه الشركات سوف يؤدي إلى نتائج جيدة في أقرب وقت إن شاء الله. تمام. الدكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا ليك، ونفسنا فعلا ما يكونش عندنا حلول يعني تحل الأزمة بس، ولكن احنا نفسنا ان يبقى في حلول مستدامة عشان ما يبقاش عندنا مشاكل بإذن الله. من المجموعة الاقتصادية هنروح سريعا لأبو حديد، يقود حملة مبكرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية. تفاصيل الخبر بتقول: يقود الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأربعاء حملة مبكرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في محافظتي القاهرة والجيزة، وحملة أيضا مرورية مفاجئة على قطاعات الوزارة لتفقد سير العمل. وكان الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة قد تقدم بطلب إلى وزير التخطيط لصرف المبلغ المخصص لجلب المعدات الحديثة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي زادت خلال الفترة السابقة. تعليقا على هذا الخبر، يعني كنا يعني مفروض أننا معنا مداخلة، ولكن هنحاول مرة تانية اننا نوصل لهذه المداخلة، ولكن طبعا احنا بنثمن دور وزير الزراعة الدكتور ايمن فريد ابو حديد في التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية. مركز بحوث الصحراء بمطروح يوزع 11,000 شتلة زيتون بالمجان. قال الدكتور حمدي عبد العزيز مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، أن المركز قام بتوزيع 11,000 شتلة زيتون بالمجان على المزارعين بمناطق عمل المركز من قرية الفوكة شرقا وحتى السلوم غربا كمساهمة في دعم الزراعة. يأتي ذلك ضمن خطة المركز لعام 2013-2014 والتي تتضمن الزراعات البستانية الجديدة لهذا العام، تقدر بحوالي 275 فدانا بإجمالي 11,000 شتلة زيتون، بالإضافة إلى تحسين 100 فدان أخرى لزراعات الزيتون والتين من خلال الرش والتقليم. معنا مداخلة من الدكتور رأفت خضر رئيس مركز بحوث الصحراء. أهلا بك يا دكتور. هل هيتم تكرار هذه التجربة على باقي المحافظات؟ وعايز أعرف برضو من حضرتك دور المعهد في تطبيق مثل هذه التجارب. لا دعيني سيادتك عشان أوضح لحضرتك وللسادة المستمعين إن هذا الموضوع بيتم باستمرار وكل عام منطقة ساحل الشمال الغربي من فوق زي ما حضرتك تكرمتي إلى السلوم، لأن إحنا بنوجه جزء من ميزانية مركز بحوث الصحراء إلى مركز التنمية المستدامة في مطروح على أن يصرف ليس فقط لنشر أشجار الزيتون في بطول الساحل الشمالي الغربي، ولكن أيضا لعمل وحفر الآبار وإقامة السدود لتجميع المياه لعلاج مشاكل المياه. فده يعني المركز اللي موجود في مطروح حضرتك الدكتور حمدي بيرقصه اسمه مركز التنمية المستدامة. مركز التنمية المستدامة ده بيتبع مركز بحوث الصحراء اللي تابع وزارة الزراعة، فاحنا واخدين على كاهلنا على أساس نعمل تنمية مستدامة حقيقية مع البدو مع ساكني هذه المناطق الذين يفتقرون إلى كثير من مقومات التنمية، إن احنا نبدأ ليس فقط زيتون ولكن بنوزع أيضا على فكرة زي ما قلت لحضرتك إن احنا بنعمل سجود بنعمل آبار، ورايحين كمان إن شاء الله بعد أسبوع أو 10 أيام نعمل حاجة جميلة جدا، هنركب محطة لتحلية المياه في الساحل الشمالي الغربي هيبقى مقرها مرسى مطروح إن شاء الله تمهيدا لنشر الكلام ده كله في محافظات جمهورية مصر. بس يا دكتورة هذه التجربة فعلا يعني بيتم تطبيقها في باقي المحافظات وليس فقط في محافظة مطروح، ولا دي أول تجربة في محافظة مطروح؟ لا ده دي احنا بنعملها في مطروح كل عام كل عام بنعمل في مطروح كده ماشي، وبنعمل في سينا أيضا
وبنعمل في سيناء ايضا شمال وجنوب ووسط برضه باذن الله على اساس ان احنا مع بالاتفاق مع وطبقا لتعليمات معالي الوزير الاستاذ الدكتور ايمن ابو حديد اللي هي طبعا هيئه التنميه الزراعيه بتدينا جزء كبير من هذه الشتلات بنبدا نوزعه بالمجان على المزارعين. تمام. دكتور رأفت خضر رئيس مركز بحوث الصحراء، شكرا جزيلا ليك، ربنا يعينكم يا رب، وعايزين مصر كلها تبقى خضرة بإذن الله. الخبر اللي جاي مشاهدينا عن وفد من الشركات البريطانية يزور القاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية. أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن عددا من الشركات البريطانية ستزور القاهرة خلال الأشهر المقبلة للتعرف على الفرص الاستثمارية وبحث إقامة مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية، مؤكدا ترحيب مصر بكافة الاستثمارات البريطانية سواء المستمرة حاليا أو الراغبة في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مشروع تنمية محور قناة السويس. تعليقا على الخبر مشاهدينا معنا دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور، في وجهة نظر حضرتك ما هو المطلوب في الفترة القادمة لجذب المستثمرين؟ وحضرتك عارف أننا كنا بنعاني في وقت من الأوقات ولسه يمكن لحد دلوقتي أن في بعض المستثمرين يعني بينبهم الكثير من القلق من استثمار أموالهم داخل مصر في الفترة الحالية. طيب، واحد علشان أي مستثمر يجي لي محتاج خمس حاجات. واحد، سهولة إجراءات دخول أمواله. اثنين، سهولة إجراءات خروج أمواله. ثلاثة، استقرار التسريعات اللي عندنا. أربعة، يعرف ياخد حقه موجود، يعني القضاء يكون سريع وفي إنجاز للقضاء أو لقضايا تحكيم تبقى موجودة. خمسة، يبقى عندنا خريطة استثمارية. أنت عاوز من المستثمر مين اللي يجيلك؟ المستثمر اللي بيعمل كوبايات ولا اللي بيعمل ملابس ولا المستثمر اللي بيعمل صناعات تقيلة ولا المستثمر اللي بيعمل أقلام رصاص؟ أنت عاوز أنهي؟ الاشكاليه ان احنا لحد دلوقتي يا سيده الفاضله ما وضعناش خريطه استثماريه. خريطه استثماريه يعني ايه؟ هي اهم القطاعات خلال الفتره القادمه اللي احنا هننمي فيها، ايه هي اهم المحافظات اللي احنا هننمي فيها. طب ليه يا دكتور احنا ما حطيناش لحد دلوقتي يا استاذنك ليه ما حطيناش لحد دلوقتي خريطه استثماريه زي ما حضرتك تفضلت قلت؟ دي شغلانه الحكومه. لازم تبقى حاطه خريطه استثماريه. انا خلال العشر سنوات القادمه عاوز كذا، المحافظات اللي هتتم فيها كذا، القطاعات اللي هتتم فيها في قطاعات الطاقه، في قطاعات الزراعه، في قطاعات الصناعات الثقيله، في الصناعات الصغيره، في متناهيه الصغر، في الصناعات الغذائيه. هو ده اللي يتحط. ليه؟ بعد كده امدي حوافز للحاجات دي فقط، يعني الحوافز سواء الضريبيه او التامينيه او تسهيلات للارض او خلافه مع سلطه الاجراءات، هي دي اللي تتاخذ بس للناس دول. اي حاجه ثانيه ما تتاخدش، عاوز، لان دي خريطه الدوله. خريطه الدوله مثلا عاوزه تعمل صناعات نسيجية موجودة، يبقى الناس اللي في المنطقة اللي بيعملوا الكلام ده والقطاعات اللي بتعمل دول هو اللي يحصل على الحوافز. اللي هيجي يصنع لي كوبايات ومجات مش هديله الحوافز اللي موجودة. بالزبط. هو ده الكلام الصح. احنا الخمس حاجات دول لو وفرناهم باذن الله تأكدي ان الاستثمار سيرجع لمصر، بدل ما كان 14 مليار دولار سنويا سنة 2009 على الأقل هيبقى 24 و25 و30 مليار دولار. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا الخبر اللي جاي هنتكلم فيه آخر كلام الدراسة بالمدارس والكليات السبت المقبل والتأجيل بجامعة الأزهر. أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم استئناف الدراسة بجميع المدارس السبت القادم ولا تأجيل آخر، فيما أعلن الدكتور وائل الدجوي وزير التربية والتعليم العالي أن الدراسة بالجامعات سوف تستأنف السبت بجميع الجامعات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سوف يعقد جلسة اليوم لمناقشة استعدادات الجامعات لبدء الدراسة. وكان الاستثناء الوحيد بجامعة الأزهر، حيث أعلن الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة تأجيل الدراسة أسبوعا لتبدأ منتصف مارس الجاري لإعطاء الفرصة لشركات الإنشاء بإخلاء مواقع العمل من المخلفات والمعدات. تعليقا مشاهدينا على هذا الخبر معنا مداخلة من دكتور إبراهيم هدهد نائب رئيس جامعة الأزهر، أهلا بك يا دكتور. دكتور، تعليق حضرتك على الخبر ده ايه؟ وهل تأجيل الدراسة ممكن يكون تعليق ده؟ انا يعني نحن الذين صنعنا القرار مع الاستاذ الرئيس الجامعة بعد دراسة مستفيضة وزيارة المواقع عدة مرات التي يقوم فيها العمل من حيث المدن الجامعية ومن حيث الحرم الجامعي ومن حيث بعض الكليات التي كان تم الاعتداء عليها.
فلا يعقل ان نبدا الدراسه يوم السبت في كليات دون اخرى، ولا يعقل ان تبدا الدراسه والحرم الجامعي فيه كثير من المعدات الثقيله التي تعمل، والاسوار وحدها يعني السور الخارجي وحدها بطول 5 كيلومترات يتم تعليته كما يعني تلتقط العدسات والكاميرات للمرة، وهذا معلوم للناس جميعا. فنحن نريد ان نبدا الفصل الدراسي الثاني نظرا لضيق وقته، لا نريد ان يضيع منه شيء على الاطلاق حتى تكون البدايه صحيحه، كما لا نضمن ايضا ان تكون الاعمال مستمره ويتحرك الطلاب وسط هذه الاعمال، فربما يصاب احد بمكروه او شيء من هذا القبيل. لكل هذه الاسباب رأت قيادة الجامعة أن ترجع بدء فصل الدراسة لمدة أسبوع واحد، فتبدأ والمعدات خارج الحرم الجامعي وخارج الكليات، يكون ذلك أفضل بكثير إن شاء الله. دكتور إبراهيم، يعني التأجيل لهذه الأسباب فقط، ولكن ليس تخوفا من قيام بعض الطلاب بالمظاهرات أو بأعمال أو أحداث الشغب؟ مسألة التخوف من المظاهرات لا يمنعه أسبوع ولا أسبوعان ولا بالزبط. شهر ولا حتى الفصل الدراسي بالزبط. يعني نحن نريد أن نكون منطقيين، ولكن حينما يصدر الآخرون أن ذلك من التخوفات الأمنية أو شيء من هذا القبيل، فالذي يتخوف أمنيا لم يبدأ عنده عن دراسة على الإطلاق. فمسألة هذه واحد، الأمر الآخر الواقع مشاهد، والعدسات تنقل الصور وصور الإنشاءات والصيانات التي تجري داخل الحرم الجامعي، ده أكيد داخل يعني في منطقة تضم 20 كلية، قطاع البنات والبنين هنا فقط في القاهرة 20 كلية. دكتور إبراهيم هدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر، بشكرك شكرا جزيلا ليك، وسؤالي لحضرتك كان تأكيدا على هذه المقولة، لأن في بعض الناس اللي بتشكك في قدرة المصريين والحكومة المصرية أنها يعني تكمل مسيرتها التعليمية، اللي محدش في الدنيا يقدر يوقف التعليم داخل مصر، مش هنخاف، مش هنقلق، مش هنأجل الدراسة، التأجيل مش عشان الخوف، التأجيل لأعمال الإصلاح زي ما دكتور إبراهيم وضح. مشاهدينا، الخبر اللي جاي وده آخر خبر عن عادات وتقاليد القرية بيناقشها مؤتمر عالمي. تفاصيل الخبر: معرض الحرف التقليدية والأشغال الفنية لثقافة القرية في مجالات الفخار، السجاد، الجريد، الخوص، الخزف، مخلفات البيئة، الكليم، وأيضا الرسم على الزجاج، ومجموعة أخرى من الفعاليات يبدأ بهم افتتاح المؤتمر العالمي الثاني لثقافة القرية المصرية تحت عنوان نحو استراتيجية لتنمية القرية المصرية، برعاية المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وسعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. وتقيم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة مسعود شومان بقصر ثقافة كفر الشرفة بمحافظة القليوبية 8 الشهر الحالي ولمدة 2 يوم. ويتضمن المؤتمر إقامة معرض لإصدارات قصور الثقافة وجلسات بحثية تناقش العديد من القضايا. مشاهدينا، تعليقا على هذا الخبر معنا مداخلة من الدكتور حسن شرشر مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي. أهلا بك يا دكتور. أهلا، مرحبا دكتور. يعني تعليق حضرتك على الخبر إيه، وكيف يساهم هذا المؤتمر في النهوض والارتقاء بمثل هذه العادات والتقاليد الجميلة؟ موضوع المؤتمر في غاية الأهمية في الوقت اللي بتهتم فيه الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وبصفة خاصة تنمية الريف. المؤتمر بيهتم بموضوع في غاية الأهمية اللي هو الصناعات الصغيرة والصناعات متناهية الصغر والحرف الريفية اللي منتشرة في معظم قرى جمهورية مصر العربية، وده ممكن يودينا لموضوع كبير جدا المعهد كان تبناه، يعني بيحاول يتبناه، اللي هو موضوع السياحة الريفية. لو احنا ركزنا على الحاجات اللي بتتميز بيها القرية الريفية الصغيرة وما فيها من موارد وإمكانيات، ممكن نعمل برنامج رائع جدا لتنمية السياحة الريفية، وأنا في تصوري إن ده لو تم هيبقى حاجة كويسة جدا بالتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة، طبعا بالإضافة لوزارة الزراعة لأنها تعتبر كده صاحبة الفكرة. تمام. دكتور حسن شرشر مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا، ده كان آخر خبر لأخبارنا لهذا اليوم، زي ما عودنا حضراتكم.